في ملف تاني انا شخصيا خايف منه جدا، ان هو ممكن يبقى فيه مقايضه او ضغط علينا، وهو ملف القدس. النهارده قالوا ان في مكاتب هندسيه بدات تعمل رسومات لسفاره امريكا في القدس، وده خبر مريب ومخيف، لان ترامب لو خد الخبر ده، غير بقى الموقف المصري هيبقى في حرك شديد، ان عندك هيبقى في ثورات شعبيه تاني. يعني هتلاقي انفجار، ده هم في اسرائيل عمالين يعملوا يشوفوا ايه رد فعل الموضوع ده جوه فلسطين نفسها. طب انا عايز